مساء الخير وعام مجيد وهابي نيو يير لك كمان اليوم شنتف رئيس نادي الحكمة. بدي اشكرك اكيد لوجودك معنا اليوم باول نهار بسنه 2013 الي بوقت كل العالم يمكن مش بس بلبنان عم تعاني من مشاكل اقتصاديه وعم تعاني من السبونسر وجود الدعم للانديه. نادي الحكمه بالعكس مشكلته لانه عنده اكثر من داعم. شو عم بيصير؟ يعني نحن مثله يعني اول شيء بدي وجه معايده لكل الشعب اللبناني ان شاء الله تكون سنه خير وبحبوحه على الكل. بالنسبه لنا غياس نحن متمسكين بكل سبونسرز اللي عنا اياه هون. عنا سيد وديع العبس اللي كان هو ايمن بمشروع الحكمه وانطلق معه من حدود السنه، وعنا شركات هلا قدمت رعايه للنادي. اكيد مثل ما الكل سمع امبارح اجتمعت اللجنه الاداريه ووافقت عروض الشركات على انه تشكل لجنه مصغره من اللجنه الاداريه تناقش كل بنود العقد لنوصل لاتفاق نقدر نكفي فيه ان شاء الله. وبحال رفض استاذ وديع العبسي وقرر يترك نادي الحكمه ويوقف دعم نادي الحكمه، شو رح تعملوا؟ نحن مصرين انه ما يفل لانه سيد وديع عمل مشروع الحكمه ومشي معنا، ونحن اساسا مآمنين انه نادي الحكمه نادي باسكتبول، نادي رياضي بحت. ما بدنا سياسي، ما بدنا اي شعارات سياسيه، اي شعارات طائفيه. مثل ما قلت برجع بكرر غياز، نحن حزبنا نادي الحكمه وبدنا الحكمه يستمر. ومشان هيك سبق وذكرت ورح ارجع اكرر، بوابنا مفتوحه لكل الناس اللي حابين يدعموا هالنادي ليستمر ويكون في اذا بدك ستابيليتي للمستقبل. اذا اللجنه يلي شكلتوها رفضت الدعم الاخير يلي اتى لنادي الحكمه، شو ممكن يصير؟ نحن ما في رفض، نحن صار في اذا بدك صار في اجتماع وتقرر انه نقبل عروض الشركات، بس اكيد في بعض البنود بدنا نجرب يعني نجرب نشتغل عليها لنحصل افضل شيء للنادي تبعنا. سو الرفض لو بده يصير كان صار امبارح باجتماع اللجنه الاداريه، اجتماع اللجنه توافق عليه عروضات الشركات، وهلا يعني بالاوقات يعني هاي اول يوم بالسنه الجديده ان شاء الله من بكره رح نبلش نباشر لحتى نقدر نوصل لشغله نجمع الكل تحت سقف نادي الحكمه. كثير انحكى انه انتخابات النيابيه وتحديدا بالدائره الاولى بالاشرفيه بدات من نادي الحكمه، ونحكيها بكل صراحه بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه، انت شو بتقول بخصوص نادي الحكمه؟ برجع بكرر، نادي الحكمه ان شاء الله يقدر ما قدرت جماعته السياسيه يقدر يجمعوا نادي الحكمه. لا نحن متمسكين بشخص وديع العبسي معنا بالنادي، ونحن كمان ما رح نرفض اي عرض بيجي لنادي الحكمه. نحن بدي ارجع كرر غياز للمره الالف وباكد عليها، نحن نادي منا حزبي، نحن نادي رياضي. نادي الحكمه مثل ما سنه ال 98 جمع كل الشعب اللبناني تحت رايته، هلا بدنا نحاول نجمع كل الاطراف تحت رايتنا لحتى نضل رياضيين وعم نعمل رياضه. سؤال اخير، صعب انه واحد يكون رئيس نادي الحكمه؟ صعوبة بحس بالصعوبة؟ لحلك أنا بالنسبة لي منا صعبة، لأنه أنا الحكمة بدمي وأنا جيت استلمت هالمهمة لما حسيت النادي رايح على الزوال وقررت كفي فيها. يمكن مسؤولية مش صعوبة، مسؤولية كتير كبيرة، وأنا بالنسبة لي بحب التحدي بحياتي، ونادي الحكمة هو أهم تحدي بحياتي. بدي أشكرك أكيد إليم شنتف لأنه كنت معنا، رح نكون معكم نحن كمان وأندية الرياضة الحكمة والمتحد كمان قريبا بدورة دبي الدولية رح تبدأ بعشرة الشهر. مشاهدينا هذه هي صفحتنا الرياضية لليوم.